ايه الحكمة من الاختيار طالما ان كل شيء مقدر؟ احنا بنختار ليه؟ احنا مش قضية بنختار، احنا قضية ان احنا ماشيين ومش عارفين ايه اللي ممكن يحصل قدام، فبنعمل بحسب المعطيات. فكرة ان الانسان يميز ما بين انا بختار الصح مش بختار الغلط، دي بتبقى ايه عنده اللي بيخليه يميز؟ لا انا اختار ده ما اختارش ده، وانسان تاني لا عنده اهواء وتخليه يختار الغلط ما يختارش الصح، فدي بتبقى راجع للإنسان وقدراته وإرادته واختياره. اختيار الشر والخير دي بتبقى مركبات في الإنسان، يعني في إنسان بطبعه تلاقيه أول ما تولد تلاقيه طيب كده وربنا جبل وفطر وعلى حاجات حلوة، واحد تاني تلاقيه شراني طالع، ودي خلقة ربنا. في إنسان ممكن يتولد شرير بطبعه؟ آه ممكن، بيبقى شيء موجود جواه هو غصب عنه. فكرة إن الإنسان في النهاية يقول أنا ربنا خلقني كده، ربنا خلقني مش بحب الخير بحب الشر، فأنا مملكش القرار في ده. دي مقولة سليمة إنها تتقال؟ هي دي مقولة بتبقى نابعة من ضيق الإنسان، إن هو ساعات مش عارف يتخلص من بعض الحاجات. المقولة دي بيقولها ناس عندهم استعباط وناس عندهم هطل عقلي. طيب الاستعباط ده جاي منين؟ إنك أنت لو هو عطشان بيقوم يشرب مية وتقول له ما تخليك قاعد، هي المية يعني ربنا ما قدرش المية تيجي، فإيه رأيك تموت بالعطش؟ طب إيه رأيك تموت وأنت جعان؟ أنت مش قادر تقوم تجيب أكل ومحدش هيجيب لك أكل. كده ده اسمه استعباط. أول ما بتقوله الكلام ده على طول هو بيفهم إنه كده السلوك بتاعه ده ما كانش صح، إنه فرق بين السلوكين. خلاص يبقى زي ما ربنا أمرك تعمل حاجة حلوة أو سيب الوحشة، يلا حاول تعمل ما تعملش الوحش وتعمل الحلو، لأن ممكن يكون ده في مقدرتك. ربنا بيتعامل معانا بالقدرة مش بيتعامل معانا بالأحكام اللي بيسموها هي إيه الجهجهونية كده، يعني إن أنت أنا قررت. لا ربنا رحيم، فلما يأمرني وأنا ما أقدرش أعمل هو حط لنا قانون لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فحيث أن أنا ما قدرتش وده كان غصب عني وربنا اللي عارف قدراتي هيحاسبني على قدراتي. عشان كده العلماء حطوا قاعدة كبيرة اسمها أن الأحكام منوطة بالقدرة، منوطة يعني مربوطة، هيحاسبني إزاي بقدرتي، فما فيش بقى قانون بيحكم الحساب للبشر كلهم على بعضهم بنظام واحد، لا ده النظام عنده هو لأنه هو عارف قدرة كل واحد فينا. إيه آليات الاختيار في حدود الإمكانيات أو في حدود القدرة؟ لو بنتكلم على آليات الاختيار السليم اللي هي في حدود عدم معرفة الغيب، يعني ما فيش ضمانة إنك تعرف تختار صح أكيد 100%، فإزاي أختار صح؟ إن أنا أسأل أهل الخبرة. فكرة الاستشارة بقى علشان أخد قرار، أحيانا من كتر الاستشارة بيحصل تشتت، فأنا أمشي ورا أنهي ورا أنهي ورا أنهي، وساعات بتبقى آراء كتيرة صح وسليمة، بس برضو دي بتعمل لخبطة في اتخاذ القرار. أسوأ استشارة في الكون تاخد كاس أسوأ نتيجة هي استشارة الأصحاب والقرايب، لأنه ده اللي بيبقى سهل قدامي وجنبي، فالاستشارة لازم تكون من هيئة معتمدة، يكون من شخص معروف بالخبرة، معروف بالعلم، معروف بالتجارب. لكن أسأل أي حد أكبر جريمة بيعملها الإنسان في نفسه أن يسأل أصدقائه. عوامل كثيرة بتمنع أن أنت تقدر تاخد قرار زي الخوف مثلا، فده من الحواجز الكبيرة قوي اللي بتمنع الإنسان أن هو يغير، فإزاي الإنسان يتغلب على فكرة الخوف عشان ياخد قرار؟ الخوف ده طبيعة خلقنا منها، الخوف اللي اتخلقنا بيه ده أصله قائم على حاجة اسمها عدم المعلومة، فكل ما الإنسان فقد معلومات زاد خوفه، فالتغلب على الخوف إزاي؟ بزيادة المعلومات، كل ما أعرف معلومة أكتر كل ما خوفي يقل، كل ما أنا أستسلم لعدم المعلومة كل ما خوفي بيزيد ويتنامى. أحيانا بتقرر قرار ما بيرضيش الناس اللي حواليك، فبيحصل هنا لخبطة وخلط ما بين أنا برضي نفسي ولا برضي الناس، وبتتهم أن أنت أناني، فكرة أن أنت مش هترضي كل الناس فطبيعي بيحطوك في خانة أنت مركزيتك نفسك أو أنت أناني، وبتعمل لخبطة نفسية جدا، هو أنا فعلا أناني ولا أنا المفروض أعمل إيه في حاجة زي كده؟ اللفظ اللي بيتقال دايما بيبتزوا بيه الناس بكلمة أناني عشان يخوفوهم من قراراتهم أو عشان يردعوهم عن القرارات ويرجعوا، ده اسمه نوع من الابتزاز. وتوظيف للكلمة في غير محلها دايما، لأن كلمة الأنانية دي مش سبة ولا عار، فلو الإنسان تنازل عن أنانيته اللي الناس بتستخدمها كلفظة قبيحة يبقى هو بيتنازل عن حقوق. الأنانية احنا اللي فاهمينها غلط، الأنانية دي حاجة صحيحة، قاليك عليك بنفسك ودع عنك أمر العامة، إذا بيتكلم عن نفسك كل حاجة نفسك، كل حاجة نفسك، يعني ليه نفسك؟
عشان نفسك هي أول حاجة ربنا أمرك إنك تخلي بالك منها. إمتى نفرق من الأنانية السلبية والأنانية الإيجابية مثلا لو سميناها كده؟ لما أكون أنا عارف حدود الحقوق ما بيني وبين المجتمع. إيه حقوقي أنا؟ إيه حقوق المجتمع عليا؟ المجتمع اللي هو مين؟ سواء المجتمع الكبير الدولة، المجتمع الصغير المدينة، المجتمع الأصغر اللي هي الحي اللي أنا بعيش فيه، الجار، دوائر أصغر أصغر لغاية ما أوصل لوالدي ووالدتي وأخويا، لغاية ما أوصل لمراتي وابني. إيه بقى حقوق كل دول عليا بقى؟ متساوية ولا متفاوتة؟ هي متفاوتة. طيب وحقوقهم كلهم واحد درجة واحدة؟ لا مش درجة واحدة. طيب وحقوقهم الأول ولا حقي أنا؟ حقي أنا. يبقى أول حاجة في القانون عشان أفرق لازم أعرف إن حقي مقدم على كل الحقوق، أدي أول حاجة. وتاني حاجة الأقرب في الأقرب. ساعات الإنسان بيبقاش قادر يغير، ما عندوش القدرة على التغيير، فبيوهم نفسه إن أنا صابر، فبتحصل لخبطة عقلية بقى نفسية ما بين أنا صابر، أصلا أنا صابر، وفي الحقيقة هو خايف أو ما عندوش القدرة أو آليات التغيير. ممكن نرجع لحاجة اسمها المتاح وغير المتاح. صابر لما يكونش غير متاح، أسباب التغيير اللي هي الوسائل مش موجودة. طب كل الآليات اللي بحكيها دي موجودة، يبقى صابر على إيه؟ يبقى ده إنسان متخاذل، مش موضوع صابر بس هو كسول، فبيوهم نفسه إنه قاعد في ليفل الصابرين. فلازم الإنسان هو بياخد القرارات على قد ما هو بيسأل ويدور، على قد ما هو لازم يكون سلس في القرار من جواه، من جواه يعني يكون هادي وعارف انه حتى لو كان القرار غلط ده مقسوم فوق ومكتوب وفي خطوة تانية بعدها هتحصل، فما يقلقش يكمل والدنيا لسه مكملة. لكن ان هو القرار الغلط يبقى ده نهاية الكون، ما عمره ما كان نهاية الكون. سيدنا اسماعيل اتجوز واحدة ما كانتش مناسبة ليه، جه سيدنا ابراهيم قال له اتجوز واحدة تانية، راح متجوزها طلعت كويسة. فكونه غلط، لو هسميناها غلط في اختيار في الاول، مش غلط يعني الدنيا اتكسرت ولا باظت، عادي يعني تجربة وعند دخل في تجربة ثانية أحسن. فأقدار وراها أقدار والاختيارات وراها اختيارات، ومحدش شيء أبدا من أي غلطة عملها في حياته أو من أي قرار مش صح، لأن بعديه بيبقى في حاجات تانية حلوة كتير.